طبق جديد من طبق رمضان اللي رح يقدم لنا اياه شيف عماد واللي رح يحضر لنا اياه اكيد هو. بس شو هو الطبق وكيف هي طريقه التحضير مع الشيف عماد؟ مرحبا شيف عماد. اهلا جولسان. شو طبقنا اليوم؟ اليوم راح نسوي فطائر. فطائر يعني الملفوفة يعني مو شو هي؟ شو رح يكون جواتها فطائر؟ جبن ولا جبنة ولا شو يعني؟ اليوم راح نسوي الفطائر بنوعية مع الخضروات، يعني راح نضيف البصل والبطاطا ونقدر نضيف الفلفل الأخضر، بس ما راح نضيف بهذا الشكل، وراح نخلي وياه كاري وشوية ماجي ينطي طعم بيكون طيب ولذيذ. تمام، يعني فيك تبلش حاليا؟ راح نبلش. أول شيء البطاطا جاهزة. اي البطاطا جاهزة. هذا البصل همينه. هنا الزيت يعني شوي يخليه يكون زيت، مو مشكلة. طبعا البصل يتحمص، وراه راح نضيف البطاطا. لحتى يصير لون البصل اصفر ولا ليتحمص بس شوي؟ اي يصير لونه ذهبي يعني. ايه تمام. يصير جاهز. راح نغطيه. راح نقطع بطاطا وايد ناعم حتى تستوي بسرعه. راح تضيف البطاطا مع البصل شيف عماد انه تحضرهم مع بعض؟ إيه. يعني أول شيء البصل يتحمص وبعدين راح نضيف البطاطا. أوكي. البطاطا راح أقطعها ناعم ما يحتاج لها وقت وايد حتى تستوي. طبعا البهارات مع هاي يعني الخلطة راح نضيف بيها كاري وملح. كاري وملح، نقدر نضيف شوية كمون يعني هم يطلع طيب ويا البطاطا. والماجي راح نخلي ماجي مع الدجاج يعطي نكهة طيبة ويا البطاطا والبصل. خليهم لحتى يستووا بعدين راح تعمل الفطائر او ايه؟ هي لازم تستوي وبعدين هي طبعا الخلطة مال هاي. ايه تمام. ما راح تحط اي نوع من انواع اللحم جواتها؟ لا ما عندنا لحم، هاي خضروات بس. تمام، هاي خضروات بس. اي مثل ما قلت لك يعني نقدر نخلي فلفل اخضر، راح نخلي قطعه صغيره طبعا تنطي نكهه طيبه. تنطي نكهه وتنطي لون شويه يعني لون خضر. هيك انه رح يستووا مع بعض. ايه لازم يتحمص زين حتى ورا ما يتحمص راح نخليه البطاطا. طبعا احنا هنا قلينا زيت راح نقلي بيه باذنجان على مود نسوي سلطة. سلطة مال باذنجان اليوم نسوي. طبعا هي سلطة طبعا البنجة. سلطة جديدة كمان اليوم شيف عماد. صحيح شيف عماد انت عملت سلطات كثير اذا دخلت ما عاد سلطة باذنجان عملنا جبنة وعملنا كل انواع السلطات يعني. صحيح، والباذنجان مرغوبة خاصة يمنا احنا العراقيين نحب هاي السلطة، هي سلطة شعبية. هو السلطات المهم انه تكون خضروات، هي بتكون شهية بكل انواعها بصراحة، بتكون طيبة اي انواع المقبلات. فهو لما احنا نتعلم كل يوم نوع سلطه فهو حلو كثير بصراحه. ايام العزائم احيانا نحن بنعمل اكثر من نوع للسلطه. ايه بالبيت التمام اكثر من نوع من الاكل طبعا بشكل كثير. اللي يتعلم يسوي طبق يعني صغير يعني راح يتعلم يسوي طبق كبير. صح. ايه راح نقطع هسه الباذنجان على مود نقطعه.
بهاي الطريقة. شوفي لون البطاطا شلون صار لون أصفر، يعني يستوي بسرعة. ما بده وقت كثير يعني؟ لا ما بده وقت كثير. أصلاً يعني أنت يعني قطعتهم قطع صغيرة. صحيح، راح نخلي الكاري يتغير لونه بالكاري أكيد. طبعاً يتغير لونه وينطي طعم جداً طيب ويا الهاي، خاصة هاي الأكلة اللي جاي يسويها. ملح؟ ملح ضروري. ما خلينا ملح وين لأنه إحنا راح نخلي قطعة ماجي. بعدين فلفل. هاي قطعة ماجي. راح نشوي خلي شوية كمون، هذا كمون. نقدر نفحص البطاطا إذا استوت ولا بس نطق بها مبين يعني استوت، بس يحتاج تقريبا صارت مستوية باعتبار يحتاج لها شوية. هلا يحتاج شوية كمان هذول السلطة الباذنجان راح نخلي على النار، نخلي على النار لحتى هو كمان يستوي. قد الوقت شيف عماد لحتى يستوي؟ طبعا الباذنجان يعني بده وقت تقريبا شيء 4 دقائق 5 دقائق يعني 4 دقائق 5 دقائق، كمية هي قليلة يعني مو كبيرة. هاي كمان بلشت تستوي شوي شوي. هاي استوت. طبعا احنا عندنا بيض راح نسوي، راح نخلي بيض البيت وين راح تضيف شيف عماد البيت؟ البيض راح نخليه على يعني هذا العجين، طبعا هو عجين جاهز نقدر نسوي عجين، احنا نقدر نسوي هذا جاهز نخليه على نفرش بيه بالفرشة حتى شنو من نخلي الخلطة ونغط يعني نلفه يصير لونه لون البيض يعني ينطي لمعان. تمام. ايه راح نخليه بكاسة، نفرغه بكاسة، هاي الكاسة. نسرح نخلط البيض، طبعا راح اشوف الناس كل شيء صار جاهز، بقى عندنا بس فرا يعني هذا يبرد شوية. لازم يبرد شوي. إيه يبرد شوي حتى نخليه بالعجين. نخليه. أدي بده وقت ليبرد. يعني مو اللي يبرد خلاص يعني. بس شوي إنه مشان شوي. الزيت الموجود فيه. إيه حتى. طيب أنت ما راح تصفيه من هذا الزيت ولا راح يضل هيك؟ راح نصفيه من الزيت وراح نضيفه بهذا العجين ونخليه بالفرن يتحمص من فوق وبعدين يتقدم. والسلطة عندنا باذنجان على ما يتحمص راح نضيف طماطة وخيار وبصل، أو نقدر نخلي فلفل وطماطة وبصل بدون خيار يعني مثل ما يعني. فينا نطلع فاصل؟ نطلع فاصل وبعدها نرجع. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ومن بعدها راجعين لنكمل الأكل. هو أعظم من خلق خلقا وحبيب الله مسمى. ها
هكذا كان سيد الخلق وهكذا كان حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. من دواعي الفرح والسرور أن نكتب عن هذا النبي الكريم: تخطئ الزوجة فتؤنب، تخطئ الزوجة فتؤدب، تخطئ الزوجة فتعذب. واليوم نقول هكذا كان عليه الصلاة والسلام مع الصغار: يخطئ الصغار فيضربهم الكبار. فحال إسلامي بيني وبينها ودعتني نفسي إليها، واعتزلت المسجد خشية أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألني هذا السؤال: ما فعل شراد جملك يا أبا عبد الله؟ جملة واحدة. قال: فضحكت وقلت: والذي بعثك بالحق ما شرد جملي منذ أسلم. هكذا كان في تعامله مع الشباب. لا نستغرب إن وجدنا مراهقين بعد أن غاب الحنان في بيوتهم يبحثون عن الحنان في المقاهي مع الدخان، مع المخدرات، مع الانحرافات الأخلاقية. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. وإن نحن أضللنا الطريق فلم نجد دليلا، كفانا نور وجهك هاديا. هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسمى، قمري الوجه محيا وبهي. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، نكمل الفطار. رح شوية الفطار صارت جاهزة، وشيف عماد رح يبلش يحشي. إيه نسوي الحشوة. تمام، يعمل الحشوة بس أنا ما عرفت إيه كيف رح تعملها. طبعا الشيف عماد هاي رقيقة كتير. إيه رقيقة يعني فورا رحت. إيه هي هو هذا مستوي، وهذا يعني مستوي. إيه يعني ما بده غير دقايق بالفرن أتوقع. لا لا ما بده كتير. يحشي لنا إياه بشكل تقريبا هاي جاي مثل الشكر الدولمة او الملفوف. إيه فينا نقول. إيه هذا ورا ما نكمل رح نسويه يجيب البيض يعني. عشان يصير لونه احمر. اي لونه يصير. إيه بتحمس عم يصير لونه حلو. نعمل باذنجان بعدها لحتى ايه ذاك الوقت بيكون الباذنجان كمان مستوي استوى. ايه طبعا هي الفطائر هي يا حسب الرغبه، اكو ناس تسوي باللحم بالدجاج بالخضروات حسب الناس يعني شو بتحب تسوي. حتى بالفرن ما تحتاج لها وقت هواي. هاي بدها كم دقائق باعتبار انه الحشوه مستويه وكمان هاي رقيقه كثير. ايه فهنا فهي رح تستوي بسرعه اكيد. طبعا شيف عماد قد ما كانوا جنب بعض ما بيأسروا على بعض. لا ما في لانه هاي عجينه ما بتنتفخ. لا لا ما بتنتفخ. ما في مشكله. طبعا هاي ويا اللحم المفروم وال يعني شو نحن نقول لحم مفروم وبصل وطماطم وفلفل تصير هم طيبة يعني خوش. طبعا اكيد اللي بيحبوا يعملوها باللحم، اللي بيحبوا يعملوها بالخضروات، اللي بيحبوا يعملوها بالجبن اتوقع رح تطلع طيبة. صحيح يعني احنا نحاول نسوي يعني مرة لحم مرة دجاج مرة خضروات، ما يعني نريد نركز. إيه ما نريد نركز على اللحوم فقط. تمام.
خاصة بعض الناس يعني هن بحاجة للخضروات أكثر من اللحوم. في ناس ما بتقدر تاكل يعني ما تقدر تاكل لحوم. تاكل دسم كثير فهي تعتمد على الخضروات أكثر شيء. طبعا طريقة التحضير سهلة أنت خلصت بوقت قصير جدا. هيك صارت جاهزة شوي لنحطها بعد البيض طبعا بعد ما تعملهم بالبيت فيك تحطهم بالفرن. طبعا مو هي يعني مو الا واحد يخلي مثلا يعني عجينه هوايه يعني مثلا خلطه هوايه يعني تخلين شيء بسيط ينطي طعم طيب يعني نقدر نحشيها كنا نقدر نحشي نسوي 10 قطع ونحشي اكثر بطاطا بس بعدين ما يطلع طعم طيب. تمام هذا البيض إذا بنسك تمام راح نخليه بالفرن. تمام هلا هيك صارت جاهزة كنا نحطها بالفرن. فرن هيك بده كم وقت بده كم دقيقة شيف عماد؟ إيه ما بده ممكن دقيقتين قبل شوية دقيقتين ثلاث دقائق مو أكثر. لوقتها بنحضر سلطة الباذنجان. الباذنجان هلا شو راح تضيف لسلطة الباذنجان؟ راح نضيف البصل والخيار. قد كمية البصل؟ هذا بيكفي بالنسبة يعني للطبق معنا بالإضافة للخيار. إيه. ونضيف طماطم قطعة طماطم. راح نخلطها بالطبق غولستان. قطعة الطماطم بتكفي صح؟ بتكفي وحدة كافية زيادة. راح نخليه بهذا الطبق. اليوم دا احب يعني اخلطها بنفس الطبق وشلون غولستان احب اسوي اليوم طبق واحد يعني اخلط سلطه بالنص هنا اسويها حلو وتحط الفطائر حواليها الفطائر حواليها بتطلع حلو. يعني شيء شكلها حلو يعني هو طبق واحد بس بيكون طبق متنوع وطيب. ايه فكره حلوه انه يكفي هاي حبة الطماطم بتكفي نص طماطم بتكفي هي طماطم كبيره هاي هلا كمان هي استوت شوي ايه الباذنجان كمان استوى صار جاهز طبعا زيت ما راح نخليه بالسلطه هو الباذنجان بزيت ما صفيناه هو راح نشوف حتى ما نريد ننساها طبعا لونها صار احمر شوي الفطاير هي رقيقه كثير ولا زي ما اريد يعني انت بس صح قدر الامكان حاول كتح ميزه ما يحترق باعتبار هي رقيقه نخليه يبقى هيك على هواء هلا كيف شو راح تعمل شو تتبيلة السلطه؟ تتبيلة السلطه هي جدا بسيطه راح نخلي كاتشب يعني هي معتمدة على الكاتشب تقريبا طبعا هي الكاتشب ضروري بيها زيت قلنا ما راح نخلي بيها زيت طبعا انت قلت انه فيها زيت هاي الملح اوكي والفلفل اسود وياها يعني لازم فلفل اسود وياها هي السلطة تمام يبقى عندنا الحامض طبعا الحامض ضروري للسلطات كمان طبعا وياها هي السلطة
هيك صارت جاهزة. نقول راح نخلطها بس. كده هذا الطبق من صار جاهز صراحة. كمان طبق الفطائر صار جاهز. راح نخلط السلطة. والفطائر طبعا هي ما عاد بدها زينة اتوقع. الفطائر لا هي طبق زينة اساسا. صحيح. راح نجيب خاشوقة اخرى. هيك صار جاهزة. سلطة جدا تكون طيبة. تقدرين اليوم تجربيها على الفطور ان شاء الله. ان شاء الله وجرب كمان الفطاير. بس هي طبعا ما رح تعتبر وجبة اساسية. اكيد الناس بتحبوا ما تعملوا تمر ولحم وجبة ثانوية. بس هي موجودة بيكون على المائدة كمان بيكون شهي. نحتاج سكينة حتى. هي لانه هي بالبيض شوي مو فتت. شوف عماد بهي الطريقة نعملها هيك يعني بهي الطريقة بتكون احسن. هيك تصير يعني شكلها حلو. اكيد هي بتكون شهية لمحبي الفطاير. اللي بيحب الفطاير اكثر شيء. طبعا هاي الوجبة مو ضروري فترة رمضان. شوفي ما فينا مثلا ناكلها فترة المسائية. ايه عصرية عصرية. ايه عصري او مساء كمان. هاي شغلات خفيفة يعني. خفيفة كتير ايه. بس طبعا باعتبار نحن بفترة رمضان كتير بنحب ننوع بالاطباق. بالاضافة للطبق الرئيسي كمان يكون في عنا اطباق سنوية. هذا اتوقع طبق ثانوي وجميل شكله وحلو ومنهج. اذا هذا طبقنا يعني هذا كان طبقنا لهذا اليوم. صحيح هو مو دسم بس يرهم يعني ويا يعني ثاني طبق. يعتبر ثاني طبق يعني يجي ورا التمن والمرق واللحم. وهو كمان منظره حلو كثير على السفره اذا موجوده على الميز. فشكرا لك على الشيف عماد وعلى ايدك على هذا الطبق. وان شاء الله رح نجربه بالفطور. اكيد منظره رح يكون اكيد هو منظره شهي. اكيد رح يكون شهي. شكرا لك شيف عماد. ومشاهدينا موعدنا كمان بكره بطبق ثاني وطبق رئيسي ودسم كمان. الى اللقاء.